عمل تغيير النهارده كان هيغير، لا عمل شيء هيجيب جول، استنى عليه شويه نفسيا. ايوه لا الراجل بيفهم يعني، كانت لقطه كويسه كده او كده، او اللعيبه اللي نزلت لازم اللعيبه اللي تنزل دي هي دي الملاذ بتاعك الدكه. فاكر واحنا بنتكلم في الاول قلنا عندنا دكه كويسه قوي، هي فعلا دكه كويسه. ايوه هي صلاح محسن وديانج وايمن اشرف وحسام حسن ربيعه، سيبك من الولاد الصغيرين كريم وسواد وزياد، يعني عندك لازم تغير. ها ايه اللقطه كابتن اللي احنا حضرتك بتتكلم عليها؟ دي كان هو كان في اللحظه دي هينزل حسام، يا لو حطها بيمينه وما كانش خرج كمان، وبعدين قال له لا هو استنى عليه بقى بعد الكوره دي. قال له مش عشان ضيعت كوره انا هغيرك يعني، حاجات في الكوره بقى. وهو كمان شريف كان متضايق من نفسه في الكوره دي، فالراجل قال لك استنى عليه شويه ما طلعوش دلوقتي، حاجات في الكوره. انا يعني عشان ما اطولش عليك بتفرج على المباراه النهارده، تعامل نفسي وبشوف الماتش الجاي انا هبقى شكل عامل ازاي. اذا كنت بلعب قدام بتروجيت يعني باحترامي ليهم يعني، ادوا اكتر من المفروض يقدوه النهارده، انا هعمل ايه الفتره الجايه؟ هو ده الحكايه اللي لازم نعيشها، هنخرج ازاي من المرحله دي مش خسرانين. عارف زي ايه؟ لا ما هو مش خسرانين يعني كسبان كل الماتشات. عارف زي خسرانين. ايه؟ ايوه سيستم. ايوه ماتش بيراميدز يا مقفل ومحدش بيهددك، هتلعب كل ماتشاتك وتستغل سرعاتك. انت دلوقتي تحت، بص اوعى تفتكر هتلعب على 5 دقايق 10 دقايق وهتتعور. عندك مساحات وعندك فراغات. النهارده اول تايم احنا النهارده اتقطعت او بتقطع مننا الكوره بتحصل اهتزاز كده. ليه؟ لان اللعيبه مش كل واحد واقف على حيله، ده كلهم متعورين وكلهم مش قادرين يعملوا فول سبرنت والكلام من. فهي المرحله دي في مستر ريكاردو يشوف بقى هيتعامل ازاي هو والطقم بتاعه مع اللعيبه المجهده دي كلها، لان مش هو ده النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دي سبرنتات، وعلي معلول ده بيعمله بتاع 15 كره في العرضيه في الماتش، بنجيب منها 2 جولين مثلا. واخر جمله ليا، انت ليه بتلعب معلول؟ وليه بتلعب طاهر محمد طاهر؟ وليه بتلعب محمد شريفه؟ كل واحد عايزين منه واحده. واحده فقط في ال 90 دقيقه. انا عايز من محمد شريف واحده، عايز من طاهر واحده، عايز من حسين شحات واحده، عايز من علي معلول واحده، اكسب 4-5. فهمتني؟ اللي كان بيتقال لنا زمان احنا انزلوا كل واحد يلعب واحده يا بلال، تلم انت وتروح واخد وشايط، تروح جايب لك جولين ثلاثه تفتح نفسك في كوره، والثانيه تروح مكرر ومدبلر. هو ده الكوتش اللي يلمك بقى بسرعه، ويعرف بلال ويعرف محمد شريف ويعرف كويه اللعيب ده ايه، امكانيات اللعيب ده ايه، واشغله ازاي وقد ايه. هياخد وقت في كده؟ لا خلاص، انا النهارده شفت هو اللي هياخد وقت فيه التعرف على الاخر على المجهول. وما يعرفش مين الزمالك ولا يعرف مين الجونه، هيجيبوا له فيديوهات، يجيبوا له حاجات يشوفه يتفرج، ممكن يتخض لان الجونه بتبني هجمات، مش بتروجيت. فهمتني؟ هيشوف الزمالك هيلاقي فرقه واقفه على حيلها وبتسحب وبتاخد الكوره وما اعرفش ايه، مفيش حاجه عليهم، كسبوا اهو الناس بتسقف لهم، اتعادلوا هيقول لك انا ما عنديش اصلي سكواد وما عنديش هم دول اللي بلعب بيهم والاعذار كلها موجوده لهم هم، خدت بالك؟ لا ما هو ماتش كاس كمان، خلي بالك ما فيهاش. لا سيبك ماتش كاس، انا بتكلم في الكاس. لا لا ده انا بتكلم في العموم، هو هيتفرج على الزمالك كتيم بيلعب في الدوري، بيلعب في الكاس، بيلعب في اي حاجه. هيلم كل الحكايه، مجهود كبير قوي على الراجل 48 ساعه، لازم اللي معاه يشتغلوا كمان معاه، يتناقشوا كتير، يسمع سيد عبد الحفيظ، يسمع الطقم المصري كله اللي موجود، يسمع ويسمع الحكايه كلها ويبص. هنا يبان بقى معدن الكوتش اللي موجود ده. جود لك ومبروك النهارده وبالتوفيق يا رب.